أكد وزير الخارجية عادل الجبير في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب أنه لا سلام ولا استقرار طالما تتدخل إيران في شؤون المنطقة، مشددا على أن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان. بلادي لا تقبل ولا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في منطقتنا، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال إشعال الفتن الطائفية وزرع ميليشيات إرهابية واحتضانها لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي. الحضور الكرام، إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان، فهي تقف وراء إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لها في اليمن بالصواريخ البلاستية الإيرانية الصنع التي تطلقها ميليشيات الحوثي على المدن السعودية والتي بلغت 117 صاروخا. أكدت بلا شك دموية أفكار مرجعيتها وتبنيها لكافة الأعمال الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن، الذي ندعم الجهود المبذرة بشأنه من قبل الأمم المتحدة تنفيذا لقرار مجلس الأمن 222/16 ووفقا للمبادرة الخارجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.